استنوا مشروعنا في الدخله قريبا. نفس اللي بنعمله هنا هنعمله في الدخله ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا هنعلن عنه. عشان اللي قال لك انا وضع يد وحش وكخه معاك التاني ابو ورق، بس ما تجيش تقول لي سعرك غالي، ما هو ابو ورق كده انت فاهم. وكمل معايا الفيديو ما تزهقش والله، سواء تشتري او ما تشتريش ما تزهقش، اسمع الكلام ده وتعمله عندك في ارضك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو اللي قلنا فيه آخر تطورات مشروعنا، تمام؟ الحمد لله بفضل الله جايب نسبة مشاهدة كويسة، وفي نفس الوقت على أرض الواقع كمية اتصالات مهولة ومحترمة للانضمام لمشروعنا. ولكن زي ما قلت لحضرتك في الأول إن أنا ليا شروط خاصة في اللي بينضم لمشروعنا، مش إن أنا أحسن خلق الله ولا انا انت فاهم احنا بننزل بلح من السماء ولا الكلام ده كله، ولكن احنا لينا ايديولوجيه عايزين نطبقها على ارض الواقع، عايزين ننفذ حاجه مع ناس فاهمه بتعمل ايه. كل الناس على دماغي وانا اقل خلق الله، لولا سطر الله عليا لكانت الناس ضربتني بالشباشب. بس عشان ما حدش يطلع يقول لك انتوا مغرورين والكلام الغريب اللي بنسمعه دوت، لا خالص الكلام ده مش حقيقي مطلقا، تمام. هي الفكره كلها زي ما بقول لك انا بتارجت شريحه وبستهدف فئه علشان اعرف انا اتعامل معاها، مش ان الناس والله كل الناس اقسم بالله زي الفل الحمد لله بفضل الله. احنا داخلين على 42,000 واحد موجود معانا هنا على القناه، الله اكبر عليكم كلكم ناس افاضل وناس محترمين والواحد يخدمها بعنينا. ولكن خلينا فاهم حضرتك نقطه، ان انا عايز اكبر، وعايز اكبر دي عايز ناس مؤمنه باللي احنا بنعمله، فاهمه هي عايز تعمل ايه، بتطمح لايه. ارجوك حابب تنضم لينا حدد اولوياتك وافهم احنا بنشتغل ازاي وعايزين نعمل ايه. احنا مش اي مشروع مشاركه، مش زينا زي غيرنا بفضل الله، احنا مغيرين حاجات كتير. حتى لما قعدنا اتناقشنا مع كذا حد وكذا حد اكتشف وقارن ما بين مشروعنا وبين غيرنا، الحمد لله احنا عاملين مواصفات ممتازه جدا، وبالعكس كمان احنا كل مرحله بنطور في اللي احنا بنعمله، بيظهر قدامنا حاجات بنجددها. يعني احنا امبارح كان معايا ميتنج مع الشباب عندي، يعني تم توجيهات خالص بتغيير حاجات كتيره من المواصفه اللي كنا شغالين بيها، زودناها يعني زودناها ومثبتين السعر اللي هو 150,000 جنيه الفدان لحد اخر الشهر ده، لحد ما نشوف الدين رايحه فين وجايه منين. لو حصل زيادات طبعا هنزود، طبعا هنزود، طبعا هنزود، تمام. فانا جاي اقول لحضرتك احنا مشروعنا حاليا ماشي ازاي. احنا بنستهدف 50 فدان، مش هقول لك 100، احنا بنتكلم في 50 فدان يشتركوا فيهم خمسه بواقع 10 فدان لكل واحد، تمام. رقم واحد البير على 200 متر، ده اقل شيء، ده اقل شيء بنحفر عليها، اقل شيء 200 متر ممكن نزيد لو الوضع احنا شايفينه كده، ده رقم واحد. ورقم اتنين البير ال 200 متر ده عليه طاقه 40 حصون، 40 حصون، 40 حصون، لان انا مش هدفي اعمل لك حاجه تكفيك سنه واثنين وثلاثه زي ما غيري بيعمل، ونيجي بعد اقول لك معلش اصل المايه مش مكفيانا، فاحنا عايزين نعمل ابجريد للطاقه. معلش اصل مش عارف ايه مش مظبط معانا، فعايزين نحط خطوط فرعيه تاني للشبكه، وده هنتكلم فيها بعد كده. معلش اصل احنا ما عندناش طلع للنخيل فمحتاجين نشتري دكار، ودي حاجه هنقولها كمان قدام. معلش اصل انت ايه بتاخد 10 جنيه واسمه ده 10 فدان منقوص منهم الطرق والمشيات والكلام ده كله، انا هسلمك 10 فدان بالظبط. طب خلينا نشرح ده، هنشرح ده بعد ما تصلي على النبي طبعا وتذكر الله وتدينا اللايك الاساسي للفيديو، تعمل لايك. وانا بقول لك ايه نعمل لايك ليه؟ علشان الفيديو بتاعنا يتشاف اكتر واكتر، بس بسيطه انت فاهم، مش بشحته منك يعني، انا عايزين الناس تشوفنا بقى انت فاهم. فهنا هنا القصه، يعني احنا اتكلمنا عن البير واتكلمنا على الطاقه. شبكه الري بفضل الله تعالى احنا عاملين شبكه ري، مش شبكه ري نخل، شبكه ري خضار، وتعالى اتفرج وشوف. يعني بص يعني الحكم هنا بيني وبينك ايه؟ المايك كدب الغطاس، الصحراء تكشف النصاب. يلا يا باشا اتفضل، الارض هناك ايه نورنا في اي وقت، انا موجود، هيبقى ليا الشرف ان اقابل سيادتك. انا مش موجود، شبابنا موجودين والرجاله بتاعتنا موجودين، هاخدوا حضرتك بعربياتنا احنا مشكورين، هنوديك الارض اتفرج يا فندم وافهم كل اللي نفسك فيه. في حاجه انت مش عارف تفهم من الشباب، ارفع صمام التليفون عليه وكلمني، بسيطه. فاحنا مش شبكه رايت تكفيك بفضل الله تعالى لمده 15 سنه قدام يا ساده يا فاضل. النخله بتوصل في مرحله من المراحل بتشرب في اليوم الواحد 1 متر مكعب ميه، 1 متر مكعب ميه، والكلام ده انت ما سمعتوش من حد، انا بقول لك هو ما حدش قالها لك. هتسال اي واحد المقنن المائي اللي فدان النخيل قد ايه، هقول لك على حسب التربه والجو والمناخ ومش عارف ايه وما ادري ايه، بيهرب من السؤال. ولكن بقول لك اهوت النخيل بيوصل لمرحله من المراحل انه بياخد في الرايه الواحده
النخلة الواحدة 1 متر مكعب مية. اللي أنا عامله النهاردة بفضل الله ده يكفيني 15 سنة قدام. إلا بقى إن شاء الله أنا بقى أموت أنت تموت الله أعلم بقى، الحرب نووية تحصل ونولع كلنا فدي بقى مش بتاعتي تمام، ما بقولش على حد، بس هو الموت مش شر، الموت حق تمام. ومش عايز واحد يقول لي الدان ومش الدان، انا بس مربيه عايز اعمل كده زي الشباب السيكي ميكي وخليها بقى انت فاهم البتاع ده، انا جايب لها كريمات وبتاع بس عشان ما يجيش واحد يقول لي انت بتستشيخ وانت بتبيع بالداني ده. اللي يعرفني كويس عارف ان انا انسان بلح خالص يعني تمام، واسال الله ان يهديني ويجعلني من الناس دي يا رب تمام. فبس عشان ايه اقفل عليك النقطه دي تمام. فدي الفكره، البير انا نازل له 200 متر بعيدا عن كل اللي حواليا تقريبا ب 75 متر 80 متر عشان أأمن نفسي من المية. ده رقم واحد. مركب مواسير 16 بوصة تمام عشان برضو أقدر أسحب كمية أعلى. مركب الغاطس تمام محترم، ماركة محترمة وعاملين شغل طاقة شمسية محترم، هتشوفوه إن شاء الله الأسبوع دوت علشان برضو يبقى إحنا أمننا نفسنا من النقطة دي. يبقى أنا معايا بير وطاقة وشبكة ولا أروع. التسوية طبعا إحنا واخدين أرض للأسف زي الزفت، شوف أنا مش هضحك عليك، واخدين قطعة أرض سيئة والله العظيم سيئة يا أخي، تحس إن هي ساحة حرب كانوا إسرائيل بيضربوا فيها نووي وبتاع. ما هو مش موجود الحلو، الحلو مبقاش موجود أنت فاهم يعني. أنت عشان تدور على حتة حلوة النهاردة بمساحة كويسة يا المية بعيدة يا فيها حورات. أنا رحت شفت كذا حتة عشان أنزل بير مش أقل من 350 متر، وش المية 60 و70 و80 و90. فاللي خلينا أعمل ده طب ما نروح الوادي الجديد بقى أنت فاهم، وإن شاء الله بإذن الله استنوا مشروعنا في الدخلة قريبا. نفس اللي بنعمله هنا هنعمله في الدخلة إن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا هنعلن عنه. عشان اللي قال لك أنا وضع يد وحش وكخة معاك التاني أبو ورق، بس ما تجيش تقول لي سعرك غالي، ما هو أبو ورق كده أنت فاهم. وكمل معايا الفيديو ما تزهقش والله، سواء تشتري أو ما تشتريش ما تزهقش، اسمع الكلام ده وتعمله عندك في أرضك أنت فاهم. أنا بقول لك اللي تعمله أنت في أرضك واللي أنا أعمله في أرضي، اللي أرضاني نفسي واللي أرضاك إن أنت تعمله. وصلوا كده ان شاء الله باذن الله اللي هيجي يشتري هياخد 10 فدان على الورق، 10 فدان والطرق مش محسوبه فيه تمام، وهتدفع حته صغيره عشان يبقى لك حق في الطريق وكده. الطريق على حساب، ممكن اقول لك الصبح لا يا باشا ما حدش يعدي من هنا تمام. ده كان سؤال حد رد ايه انا سالني عليه، ما هو انت من مصلحتك ان انت يبقى ليك حق اصيل في الطريق ماشي، بس انت عايز 10 فدان كاملين ما عنديش ادنى مشكله، وهتدفع حق الطريق لوحده. عايز تاخد ال10 فدين وفي قلبهم الطرق، ده يبقى حق اصيل ليك ان انت طريق الطريق ماشي في ارضك، يبقى نصه عندك ونصه عند الجار اللي قدامك. وصلت سيادتك؟ 10 فدان حضرتك تيجي تشتريهم هتاخد كروكي بال10 فدان باربع نقط احداثيات. ليه؟ اما يفتح التقرير ان شاء الله، وده ان شاء الله منتظر اخر الشهر باذن الله تعالى، خد ورقتك باحداثياتك اتفضل روح قنن بعيد عن محمود حمدي خالص 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 بس وخلاص، على راي بهيج بتاع السمك ملك الفسفور العجيب حلو. فدي نقطه لازم تبقى مركز فيها، انا مش بشتغل على كامل المساحه، لا انا عايز افصل كل واحد من ناحيه حته التقنين والتملك، دي بتاعتك انا ماليش دعوه بيها. اربع نقط اربع علامات دي معروفه، حوشه رقم واحد ملك السيد ابراهيم عباس ابن فرناس بورقك يا باشا على المحافظه وقنن حاجتك بنفسك، انا ماليش دعوه. وصل لك؟ انا سهل لك ده، انا بقى مش هنروح منها كلنا باسمي وبعد كده بتاع قصه راكل قصه. طيب متوقع التقنين يبقى بكام؟ في كلام انه ممكن يلعب من سكه، يبدا من سكه 30 35 الف، وده لسه مش عارفين وضعه ايه. وصدقني هيبقى احسن من الوادي الجديد حاليا، الوادي الجديد وصل 65 الف جنيه تمليك للفدان، بس عشان تبقى عارف نقطه زي دي بس لو ما تعرفش. وهنتكلم في فيديو تاني ان شاء الله مين اللي وصل الامور بالشكل ده. وصلت؟ فهمت النقطه دي؟ طيب النخل احنا زرعنا النخل مصبع كله بفضل الله تعالى، حاطين ذكوره في المشروع كله علشان يبقى منه وفتله من دقنه وفتله، تشتريش حاجه من بره، احنا هدفنا ان احنا نشتري حاجه من بره. المرحله الاولى والمرحله الثانيه خلصوا بالوضع النموذج ده. المرحله الثالثه هيبقى في فرق سعر مختلف، لان احنا ناويين نزرع في المرحله الثالثه نباتات طبيعيه عطريه بعد السنه الثانيه من عمر المشروع، علشان ابدا ادخلك في نقطه التعادل وابدا اصرف انا على الارض بره حضرتك. ما انا مش هدف ان اقعد اخد منك فلوس وخلاص، وما بعملش ده حبا فيك، بعمل ده عشان انا اشتغل واكسب طبعا، وفي نفس الوقت انت حضرتك تاخد الخدمه بتاعتك وبتدفع مقابلها، مفيش احسن من كده. طيب مصاريف الاداره والاشراف والرعايه وكل الكلام ده، ده ليه فيديو لوحده عشان تفهموا احنا عايزين نعمل فيه ازاي او نشتغل فيه ازاي تمام، عشان ما الزمش نفسي بكلمه تمام وابدا اضحك عليك. وصلت لحضرتك النقطه دي؟ فدي تقريبا كل تفاصيل المشروع. واحد بيكلمني يقول انا عايز دراسه جدوى المشروع، بقول له حضرتك دراسه جدوى المشروع ليست مجانيه ولكن مدفوعه، حضرتك هتدفع لي 30000 جنيه حق الدراسه عشان اديلك. نعم اه يا فندم، انت راجل هتدفع مليون ونص في 10 فدادين، ما جاتش 30000 انت فاهم، عشان ده ياخد دراسه جدوى صح؟ ما فيش دراسات جدوى مجانيه والله، اقسم بالله العظيم كل اللي بيعمل لكم فيديوهات ده كله هري والله هري والله هري.
الحمد لله بفضل الله من يوم ما طلعت على اليوتيوب بقى لنا اكتر من 5 سنين تمام اهوت موجودين مع حضراتكم بنتكلم. ما لقيتونيش عملت دراسه جدوى غير المهوجني وانا كنت نصاب فيها حرفيا اللي انا كانوا عاملينها لي وكنت بقرا منها جرافدان. حسبته في مره جاب 262 مليون جنيه رحت منزل عليه اغنيه مليونير مليونير. اقسم بالله الفيديو ده لسه موجود لحد النهارده عشان كل ما اشوفه يعني الطم على الخيبه اللي انا كنت عامل. فلازم تخشوا تشوفوه دراسه جدوى الفدان مهوجني كان في ارقام بالملايين غريبه والله العظيم تمام. ومش معنى ده ان ده غلط, هو غلط لانه محسوب بسعر البيع زي ما معظم الناس بتعملها. يقول لك النخله المجدول بتجيب 150 كيلو والكيلو بيتباع ب 3.4 دولار. كيلو النهارده المجدول ب 2.5 دولار من مزرعته. الحبايه السوبر جامبو الواو ماشي بتجيب كام, هتروح فين وهتيجي منين؟ دي مكتوبه في دراسه الجدوى وليست مجانيه, عشان بس ما تقوليش عايز دراسه الجدوى مجانيه. مش مجانيه, حضرتك تدفع 30,000 تستلم الدراسه بنسخه مشفره عشان ما تشيرهاش برضو او تشتركوا فيها مع بعضيكم او تغمزوا فيها. وصلت انت هتدفع 1.5 مليون بتستخسر 30,000 يا ريس في ده نصاب واللي بقوله غلط هتيجي على 30,000. لا خليك نصح, خليك نصح وفهمها صح. محدش بيعمل حاجه مجانيه النهارده. وتاكد ان وجدت شيئا مجاني فانت السلعه. انا صريح معك حرفيا, ما عنديش مبرر ان اكدب فيك, ماليش مبرر ان احور عليك. عايز تشتغل معايا اتفضل اهلا وسهلا وبشروطي مش بشروطك. طب ايه هي شروطي؟ ان انت حضرتك مالكش حق الاداره لاول 5 سنين. ليه؟ لان احنا لو سيبنا ده لكل واحد دماغ الناس مش زي بعضيها, كل واحد يبقى عنده تفكير وعنده فكر مختلف وجاي من بيئه مختلفه وايديولوجيه مختلفه, فهتصبح نفس القصه على المشاريع زي المشاريع الكتير اللي انتم شايفينها والمشاكل الكتير اللي بتحصل فيها. ليه؟ لان انت سايبها سداح مداح لكل ان يقدروا يشتغلوا. ولكن انت حضرتك قول كل مقترحاتك وناقشها مع كل المجموعه اللي موجوده معانا في حال ان احنا اتفقنا على قرار واحد وكلنا شايفينه صح, حتى لو انا غلط وضد رغبتي وضد قراري هقول لك يلا نعمله مفيش فيه ادنى مشكله تمام. فاخيرا لسه اخيرا عشان ما اطولش عليك تنساش تعمل لك الفيديو تشترك في القناه لسه ما اشتركتش, وعندك اي سؤال او استفسار سيبه لنا تحت. تحياتي لكم محمود حمدي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.